على بالكم التدخين راه مضر للصحة، وان شاء الله نسيو باش في دار رمضان ايفيتوه ان شاء الله. في رمضان سيدنا رمضان هذه وهذه مناسبة تاع لوكازون تاع رمضان باش الانسان ينقص من هذا التدخين ان شاء الله. كي تشبع هي تبان واه ندير كار. هذا المعتقد كون نورمالمون ما ديرهاش في راسك. في بلاصتها قادر دير حاجة بديل. هذا هو. هذا سهل الإرادة. نكمي دومي باكي هكا. دومي باكي. دروك نكمي سيجارات. عندي حوالي 35 سنة. 35 سنة تدخين. شحال كمية باكي في الفطار في العادي؟ في العادي نكمي واحدة. كيما دوك الناس رمضان؟ في رمضان عندي واحدة نكميها اون دو جور، اون دو تروازيام جور نشري الأخرى. بيان سير نقصوا رمضان افضل، وهي فرصه اللي يكون يدخن يبغي يبطل الدخان، هي فرصه شوي يكون عندك شويه كوراج برك. انا نهضر على الدخان، انا راني في النهار في الفطر كنت كميت الباكيه، وراني في مده 15 عام وانا نكمي فيها، وفي شهر رمضان هذا راني نقص حاول نقص، راني نكمي 10 قواره في النهار. نتمنى ان شاء الله في دار رمضان نقص شويه نخفف، والدخان راه كما يقول لك تهلك في صحتك وفي جيبك. احنا نتمنوا في شهر رمضان ان شاء الله هاد المدخنين المدمنين ينقصوا من التدخين، تكون ان شاء الله نقطه تاع تغيير و يكون نهائي ان شاء الله الفائده لصحته والبيئه تاعه. انا هضروا على الجماعه اللي تكمي، انا واحد من الناس خوتي كاركاسا راه بالك عندي واحد 9 سنين 10 سنين دخان خوتي. في الفطر كنت نلحق واحد الباكيه 25 قارو حتى 30 قارو خوتي، في رمضان لا رانا دايرين مبادره خوتي نقصوا ونسيو ونحبسوه كاع خوتي، لاخاطش غير المضره تاع الصحه وتاع الجيب. دروك كيما خوتي نلحق 8 9 10 ماكسيموم كاع خوتي، وان شاء الله يا ربي ليا وللشبيبه كاع ليها تكمي. انا انسان مدخن، في رمضان في الفطر كنت نكمي باكيه، ودروك راني في رمضان راني قل شويه، بصح نحاول نتمنى من هاد المدخنين باه ينقصوا شويه من الافه، وراها افه هذه صعيبه، هذا التدخين راه صعيب والصحه وجيب، وراه فيه مشاكل كبيره، راه فيه مشاكل تضر حتى العائله تاعك وتضر حتى الاولاد تاعك وتضر المحيط تاعك اللي يكونوا مريحين. خممت في رمضان نحبسها وحبستها مده 5 سنين وعاود رجعت له. ما نقولكش ضعف، ولكن الضغط تاع العامل، حنا عندنا واحد نخدموا فيها قطاع فيه الضغط بزاف، وحاولت انني نحبسه ولكن وليت له. وحنا قطاع اللي يدير تحسيس اللي يقول التدخين الافات الاجتماعيه المخدرات، ولكن راك تشوف الحمد لله حنا نتمنوا ان شاء الله باش نحبسوا هذا التدخين لانه مضر بالصحه. انا واحد من الناس بالنسبه لي في رمضان دائما ايفيتي نحوس نبروفيتي نكمي 7 8 10 ان شاء الله بربي هذا رمضان نحبسها كاع نسي كي غادي ندير ونحبس هذا الدخان، خاطش خوتي غير صحه. انا ماش مدخنين ما نكميش الحمد لله، انا كيما قال لك هذا سيدنا رمضان نتمنوا هذا الشعب هذا الانسان اللي صح كيما جماعه تاع صحابي ولا راه كيما الدخان كيما راه يكمي ماشي يكمي في رمضان كيما فطر. واه في الفطر يكمي اكثر من رمضان، رمضان شويه. كان عندها باكي ونص، كان كيما دروك باكي ماش كملها ما يكملهاش. نتمنوا ان شاء الله من هذا سيدنا رمضان ان شاء الله نتمنوا كاع يكونوا سبورتيف ويقول لهم هذا الدخان ينقصوا من هذا الدخان، هذا الانسان صحته هي الصح. من المدمنين من 78 في الفطر اللي بنا نكمي باكيه نص ما بصح ما تبانش غير عامل الوقت برك كاع اللي تكمي ثم عندك غير ميت رقد اللي الله يجعل البديل ها شيخ، الله يجعل البديل ان شاء الله. نجمو نحبسوا قضيه غير تاع اراده، نطلبوا ربي العالمين ان شاء الله يعفو علينا من هذا الدخان والحياه هذه، خاطر ما فيه لا فايده لا والو. مدير الصحه مدير للصحه للجيب لكل شيء كاع ما في حتى فايده، والله ما في حتى فايده كاع. انا عندي 9 سنين تدخين وراني نحبس نقص، لو كان كمية 4 5 ونحبس ندعوا لي ربي يعاونوني عاونونا ان شاء الله بدعوه الخير نحبسوه كاع ان شاء الله عليك ربي. في هذا رمضان نجمو نحبسوه ودعوا لنا ربي ان شاء الله. دوك باش تصرف على اولادك ولا تقيسهم مصروف في كرشك ولا تلبس قش تقرحوك تقلعهم من جيبك وتروح تقيسهم بلا فايده.
صافي دير ما كان حتى فايده والله ما فيها اوكي فايده كاع. نتمنوا اي سي يو كي نديروا نحبسوا لاخاطش خوتي غير الصحه فايده غير في الصحه خوتي الصحه والجيم يا ودي جيب ما يهمكش تجيب هاك وهاك بصح خوتي ما كاش كيما الصحه لا راحت لك الصحه والله غير مشكله خوتي سيرتو الدخان. كنت اي سي نفكر خطرات حتى في رمضان خطرات 10 ايام ما نكميش ومن بعد نعاود نولي له وان شاء الله نحبس ان شاء الله عندي واه ماشي هو اللي يتحكم فينا حنا نتحكموا فيه ان شاء الله. وماذا بهم هذا التدخين هذا راه ماشي كما نقولوا حنا حاجه مليحه تشرف حاجه كما نقولوا ضر بالصحه 100% كاع قادر ما يضرك دروك يضرك من بعد ان شاء الله بربي الله يعفو على الجميع ان شاء الله. دكتور رمضان هذا كنا متمنين باش نهائيا باش نايفيتوه ولكن ما نجمناش اراده شويه راه ناقصه. ميساج المواطنين كاع ولا سيده ولا قال لي يتكيفوا الدخان ان شاء الله يحوز يقلوا منه حتى اللي يحبسوا ان شاء الله. ونتمنوا ان شاء الله من كل انسان هذا اللي مدخلني نقص من التدخين. فرصه كبيره هذا انسان منها صلاته دخان قيل اي بي تي كاع من هذا التدخين ان شاء الله نطلبهم ان شاء الله كاع ان شاء الله يعافي عليهم ويعافي علينا ان شاء الله.